صباح الخير، انا دكتوره علا نبيه عبد الفتاح، استاذه علاج الاورام جامعه اسيوط. النهارده هتكلم معاكم على سرطان الثدي. سرطان الثدي بقى حاجه مقلقه جدا بالنسبه لكل الستات في مصر. كتير بيجي لي هو قلقان، حاسس ان في حاجات مش طبيعيه في الثدي بتاعه. احنا يعني عايزين نبسط الامور وما نقلقش الناس. فاحنا المفروض ان هو الستات في بعد سن، يعني في البدايه من اول سن ال 30 تبتدي تعمل تشيك على ثديها، وده كل شهر، وده بيبقى دايما بالفحص الذاتي اي فيميل او اي ست بتعمل فحص ذاتي لنفسها، وده بيتعمل عن طريق المقارنه من ناحيتين، مع الصدر الايمن مع الايسر. ولو شكت في اي حاجه بتتوجه لاي دكتور بيعملها تشيك، وان شاء الله ما فيش اي حاجه وما تقلقوش، والامور يعني اسهل من كده. ولما بتتلحق الحاجات دي بتتلحق، بس لازم نتابع ونبقى دايما مع نتابع اي حاجه. ولو في اي حاجه ممكن نكتشف، الاكتشاف المبكر بيخلي العلاج، نسبه العلاج عاليه جدا، نسبه الشفاء عاليه جدا، وما فيش اي قلق لاي ست. شكرا.